أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو أغنى 9 عائلات في تونس. سنتعرف اليوم من خلال هذا الفيديو على أغنى 9 عائلات في البلاد التونسية. فقد صدرت مؤخرا عدة تقارير تستعرض أغنى العائلات التونسية. تجدر الملاحظة إلى أن 9 عائلات التي ستذكر بالفيديو هي عائلات تعيش وتنشط داخل البلاد التونسية، يعني لن نتحدث عن العائلات المتواجدة في الخارج بل فقط تلك الموجودة في تونس. قبل ذلك أرجو منكم جميعا دعم الفيديو بلايك ودعونا نبدأ. أولا عائلة البوشماوي. تدير العائلة مجموعة من الشركات في عدة مجالات، أهمها المنسوجات والبترول، حيث تمثل هذه القطاعات مجالات رئيسية لأنشطتها. كما تستثمر عائلة البوشماوي في القطاع المصرفي والمالي، حيث تمتلك العائلة حصة 5% من مصرف الاتحاد الدولي للبنوك وحصة في وكالة السيارات العالمية كيا، فضلا عن شركة مايفيل المتخصصة في مجال القطن. بعد ثورة 2011 تمكنت عائلة البوشماوي من الدفع بأبنائها نحو موقع القرار الاقتصادي والسياسي، فترأست وداد البوشماوي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وهي أول امرأة تترأس المنظمة في تاريخ تونس. وأيضا وفقا لعدة تقارير إعلامية تقول بأن مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بين سنتي 2014 و2015 كان من اقتراح عائلة البوشماوي. ثانيا عائلة المبروك. بلغ رقم معاملات عائلة المبروك في تونس ما يقارب 1500 مليار بالعملة التونسية، وتمتلك العائلة العديد من العلامات التجارية، أهمها مغازات مونوبري وجيون، وحصة في شركة لوموتير لتوزيع السيارات، بالإضافة إلى حضور قوي في مجالات صناعة البسكويت وقطاع الاتصالات، كما يمتلكون أسهما في مصرف بياط الخاص. وقد وسعت عائلة المبروك من نشاطها، خاصة بعد زواج مروان المبروك ابن علي المبروك بابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1996. ثالثا عائلة إدريس، وهي من أكبر العائلات الاقتصادية المؤثرة في جهة الساحل التونسي، وتنشط أساسا في القطاع السياحي، وتدير العائلة مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية بأكثر من 8000 سرير. كما تنشط العائلة في مجال الصناعات البلاستيكية وتربية الأحياء المائية، وهي مساهم رئيسي في شركة الطيران الجديد التونسي، وتنشط العائلة أيضا في مجال التطوير العقاري. رابعا عائلة بن يدر. تدير عائلة بن يدر ثاني أكبر مجموعة اقتصادية في تونس. تمتلك العائلة 70 شركة، وبلغ حجم مبيعاتها ما يزيد عن 2000 مليار بعملتنا التونسية. تعمل العائلة في عدة أنشطة اقتصادية، من بينها القطاع البنكي، حيث تمتلك بنك الأمان، وقطاع التأمينات، حيث تمتلك العائلة تأمينات كومار، وكذلك في المجال الإيجار المالي. كما تدير المجموعة التي أسسها رشيد بن يدر في السبعينات مجموعة من المستشفيات الخاصة، أبرزها مصحات الأمان. وللعائلة كذلك العديد من الاستثمارات في قطاعات الدواء وتوزيع السيارات، وقطاع الشاحنات والآلات الضخمة الخاصة بالمقاولات والأشغال الكبرى. وعرفت عائلة بن يدر منذ عشرات السنين بقطاع المواد الغذائية، خاصة من خلال قهوة بن يدر وقهوة بندان. خامسا عائلة المدب. تمتلك عائلة المدب مجموعة اقتصادية متخصصة في الصناعات الغذائية، وتعمل أساسا في صناعة الألبان. تأسست سنة 1978 وأصبحت تدريجيا رائدة في صناعة الألبان في تونس، ووسعت العائلة نشاطها في تصنيع وتعبئة وتسويق الحليب ومشتقاته. وشكلت العائلة أيضا مجموعة ديليس، والتي أثارت اهتمام شركة متعددة الجنسيات مثل دانون، والتي دخلت معها في شراكة سنة 1988 لتصبح ديليس دانون. ويبرز من هذه العائلة حمدي المدب. سادسا عائلة ألوكيل. تقود عائلة ألوكيل في مدينة صفاقس مجموعة من الشركات تنشط في قطاع مبيعات السيارات والعقارات، وتعمل في 13 دول إفريقية وفي فرنسا أيضا، وكذلك من خلال المشاريع المشتركة في الشرق الأوسط. وتقوم المجموعة حاليا بتوزيع السيارات في تونس لعلامات مازدا وسيتروين. سابعا عائلة المزابي. تمتلك عائلة المزابي مجموعة من الشركات متعددة النشاطات،
أهمها الصناعة الإلكترونية وتجارة السيارات وتجارة الشاحنات والمعدات الصناعية، وأيضا صناعة الجلد وتجميع الدراجات النارية وتجارة المواد الإعلامية والعقارات. وتمتلك العائلة 8.61% من مصرف التجاري بنك و1.13% من مصرف الاتحاد الدولي للبنوك. ثامنا، عائلة اللومي هي واحدة من العائلات الصناعية الرئيسية في تونس، وتعمل أساسا في نشاط صناعة الكابلات الكهربائية لصناعة السيارات عبر المجمع الشهير كوفي كاب. تاسعا، عائلة بن عياد تدير هذه العائلة أكبر مجمع اقتصادي في تونس، وهو مجمع بولينا القابضة الذي أسسه عبد الوهاب بن عياد. وتضم بولينا القابضة 76 مؤسسة في 6 أقطاب متخصصة. في النهاية هذه هي وفقا لتقرير العربي اليوم أغنى 6 عائلات في تونس، وأيضا وفقا لعدة تقارير أعلامية عربية وأجنبية. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو، الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.